طول الوقت السؤال الكبير في أي افتتاح لأي مشروع أو جهد تنموي في مصر هو كيف فعلناها، والحقيقة أن احنا عملناها إمتى وإزاي وبهذه الجودة، وماذا نتوقع منها. افتتاح مدينة المنصورة الجديدة حط قدامنا سؤال كبير جدا عن التنمية أو الامتداد العمراني، إزاي هو جزء من النمو الاقتصادي للأوطان. احنا النهارده متشرفين انه نورنا في الاستوديو دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بك. انا عارفه انه امبارح المنصوره الجديده كانت فتحت شهيتنا كده على اعاده الحديث عن التنميه، واحنا طول الوقت علاقتنا كده بالبناء احنا كمصريين نحبه، يعني نعتبره رمز من رموز الانجاز طول الوقت، لكن كمان التنميه بنطاقها الكبير ده انه انا بعمل مدينه، انا مش بس بعمل اسكان شباب عشان استوعب زياده سكانيه، انا بعمل مدن جديده. ايه الفرق بين ده وبين انه يلا نخطط نعمل اسكان شباب؟ هو دلوقتي حضرتك نبدا بس بفكره المدن الجديده، هي ظهرت في مصر في اوائل الثمانينات وكانت في الجيل انا بس عايزه ارجع خطوه الاول، يعني عايزه ابدا من اول الفرق اصلا ما بين انه انا عندي زياده سكانيه فببني مساكن زيادة لاستيعاب الأعداد، وبين أن أنا لا هبني مدينة. أنا فعلا عايز أفك الاشتباك ده عشان إحنا نفهم. يعني حضرتك بتقولي أنا عايز أعرف الفرق بين الإكستنشن الامتداد بتاع صح المدينة جدا أو وبين المدينة الجديدة مثلا، دي قصة ودي قصة تانية خالص. أيوة. أنا بعمل إكستنشن لما بكون عندي مدينة وعندي زيادة سكانية ففي داخل الحيز العمراني بتاع نفس المدينة بعمل امتداد. خلاص دي حاجة، ده كده امتداد طبيعي بيحصل في كل حتة في الدنيا، وده له مشاكله الكتيرة طبعا. يعني مثلا نرجع بذاكرة شوية، كان في مدينة الضباط اللي هي كانت موجودة في المهندسين في منطقة الأوقاف، كانت متخططة إن هي فيلا الدورين. اللي حصل إن لما جه الانفتاح في 74 تحولت إلى العمارات العملاقة 10 أدوار. طب كانت المشكلة إيه؟ بنية تحتية طبعا. بنية تحتية أنا دارس على طاقة استيعابية إن المدينة دي سي فيها مليون واحد، فجأة بقى فيها 10 مليون، شبكات صرف صحي فيها مشاكل، كهرباء فيها مشاكل، نو باركينج، مفيش انتظار سيارات لأن الجراشات تحولت إلى محلات تجارية، وبالتالي الناس بتركن صف تاني وصف تالت. دي أزمات التخطيط حتى رغم التوسعة. لا هي مش أزمات التخطيط، أزمات سوء التخطيط. صح. يعني غياب التخطيط. صح. أو غياب التخطيط بمعنى صح حضرتك. بالظبط كده. لكن لو هي استمرت طبقا للتخطيط المعمول ليها ما كانش هيظهر مشكلة. طبعا. هو اللي حصل إن شلنا الفيلا وعملنا عمارة 10 أدوار. دي أنا مش بسميها تنمية، أنا بسميها عشوائية. صح. وده يمكن واحدة من الكوارث اللي حصلت في اسكندرية مثلا. اسكندرية دي قصة تانية. أكثر إيلام. لأن حضرتك في الفترة بتاعت الانفلات الأمني في فترة كده مصر فيها انفلات أمني، ظهر حاجة عندهم اسمها الكحول. الكحول ده شخص مسجل خطر. خلاص. بيجي للراجل اللي عنده بيت دورين ثلاثة يقول له أنا باسمي هطلع 10 أدوار فوق الدورين ثلاثة دول، وهيبقى كل حاجة باسمي، لو في أحكام أو في أي حاجة هتبقى عليا. يعني هو أصلا مسجل خطر. مش فارقة معايا. اللي حصل إن تم التعليات بشكل عشوائي. صح. على أساسات لا تتحمل. لا، وتم هدمه وبناء قبيح وقصص وتفاصيل. لا، زائد ان اساسات لا تتحمل. ودي قضيه، وهي القضيه الاهم حضرتك، وهي سلامه المنشا. لان في غياب سلامه المنشا يبقى في خطوره على الارواح طبعا، وعلى المنشات وعلى الممتلكات. وده عشان كده لما جت القياده السياسيه في 2014 عملت استراتيجيه عمرانيه. يعني القيادة مش بتتكلم في محور واحد، لا. صح. في استراتيجية. هنا بقى نيجي فعلا مجموعة محاور اللي هي من أهمها مدن جديد، مش يعني مش بس هنعمل توسعات أو ما هي حضرتك كلها على التوازي بقى. يعني هي ميزة القيادة السياسية في حاجة إن هي مش بتشتغل محور لغاية ما تخلصه نعمل التاني، بيشتغل كله بشكل متوازي. بتشغل كله متوازي. كان المحور اللي على التوازي في الأول وهو الإسكان شديد الخطورة. يعني ده كان له أهمية. صح. عالية جدا. صح. والحمد لله مصر النهاردة ما أصبق يعني ما فيهاش إسكان شديد الخطورة. صح. كله تم التخلص منه. كان المحور الثاني برضو شغالين عليه الإسكان الغير مخطط.
اللي هو عشوائي ولكن آمن. 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 يبقى أنا محتاج إيه؟ أشق طرق. أعمل شبكات جواه صرف صحي. وأحسن وضعه قليلا، مش محتاج أهد وأبنيه من الأول. مع العلم حضرتك إن أنا لما بعمل طريق في مدينة جديدة بيتكلف تكلفة، لكن لما بشق طريق في منطقة زي دي أضعف. بيكلفني 10 أضعاف. طبعاً طبعاً. وبالتالي الناس كمان مهم جدا يا دكتور حضرتك بتقوله، لان الناس كمان ممكن تفهم ان احنا الطرق دي مش بتتشقى عشان تضايقك. يعني هو بصراحه لازم نقول انه برضو الناس دفعت ثمنها من انه في ناس اتحركت من اماكنها، وفي ناس يعني خسرت مواقع استراتيجيه. اه طبعا ده على هامش المكاسب اللي حصلت في المناطق. نقطه مهمه جدا لازم اقولها هنا. طبعا في عصر القياده السياسيه الحاليه من 2014 لم تنصب خيمه ايواء واحده لمصر او لغير مصر. لا بعد الشر. لا ليه؟ ليه؟ لان الدوله قبل ما بتزيل بتكون جاهزه تعويض. لا تعويض مناسب صح. عادل كمان، يا اما بتوفر مسكن مؤسس. انا بشكرك يا دكتور صدقني كل حضرتك عمال تقول حاجات حلوه قوي. دكتور سيف قال نقطه مهمه جدا، دي رؤيه الدوله ودي قرارات الدوله ودي القوانين اللي الدوله تعملها. أنا بتكلم بقى باسم الناس اللي عندها مشاكل مع المحليات، المحليات كمان دورها تنفيذ رؤية الدولة بسرعة، لا تتباطأ في ذلك يعني. أنا هستأذن حضرتك كمان ناخد مداخلة معانا مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة. مهندس علاء مساء الخير وألف مبروك افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، الله يبارك في حضرتك. مهندس علاء، مدينة المنصورة الجديدة كما كانت رؤية بدأت إمتى في التخطيط؟ على مدار كام سنة حصل هذا الإنجاز الرائع اللي شفناه امبارح؟ هو طبعا زي ما معالي الوزير وضح، هي مدينة المنصورة الجديدة موجودة على كبلان أو كتخطيط من 2010 تقريبا. بدأ الفعل القرار الجمهوري ليها صدر في شهر 8/2017، وبدأ التدشين للمدينة في شهر 3/2018. والحمد لله طبعا سعدنا جميعا وتشرفنا بافتتاح المرحله الاولى بحضور طبعا فخامه رئيس الجمهوريه امبارح بالامس يعني. ومن المخطط انه تكتمل المراحل الاخرى من مدينه المنصوره امتى ان شاء الله؟ هو احنا طبعا الحمد لله دلوقتي طبعا زي ما حضرتك عارفه مدينه المنصوره الجديده احدى مدن الجيل الرابع. المدينه طبعا على مساحه 7211 فدان مقسمه لاربع مراحل. المرحله الاولى منها اللي هي 2063 فدان، دي الحمد لله تم الانتهاء منها بالكامل. بدانا من حوالي 3 شهور كده في المرحله الثانيه، دي على مساحه 1500 فدان. المرحله دي حاليا احنا شغالين في تنفيذ 44 عماره مشروع سكن مصر، وبرده شغالين في تنفيذ 224 عماره جنه مصر. بخلاف كمان ان جامعه المنصوره الجديده دي بيتم تنفيذها داخل نطاق المرحله الثانيه من مدينه المنصوره من المدينه. بخلاف كمان في مديريه امن. يعني ايه مدن الجيل الرابع مهندس علاء؟ نعم، يعني ايه مدن الجيل الرابع عشان الناس متلخبطه من امبارح؟ لسه عايز اسال دكتور سيف. هو مدن الجيل الرابع هي خطه وزاره الاسكان بدات تنفيذها. طبعا هي مقسمه المدن بتاعه هيئه مجتمعات، احنا عندنا طبعا اكثر من 50 مدينه متقسمين على اجيال، جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث واخيرا بقى جيل رابع. جيل رابع ديت اللي هي المدن اللي بتعتمد على استخدام احدث التكنولوجيا الحديثه في 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 تحقيق مقومات حياه عصريه للمواطن اللي هيعيش داخل المدن دي. بخلاف كمان مسطحات الخضراء بتتميز ان هي بيبقى في مسطحات خضراء بتتميز ان هي بتبقى بتحقق التنميه المستدامه. بتوفر مقومات حياه عصريه باستخدام احدث التكنولوجيا الحديثه. بشكرك شكرا جزيلا مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة. بنبارك لكل أهل المنصورة ولكل سكان المنصورة الجديدة مقدما. دكتور سيف عايز أرجع لحضرتك، لأن حضرتك كنت بتقول لنا حاجة مهمة جدا، فكرة استراتيجية التنمية العمرانية في الدولة والتخطيط أننا نعمل مدن جديدة مش بس امتدادات. عندنا كم مدينة جديدة؟ قبل ما نتكلم على دي حضرتك يعني لازم نتكلم على ان القياده السياسيه ليها فيجن، ليها فكر. صح. الفكر كان الاول في المدن الجيل الاول ان المسكن عباره عن مأوى. الناس بتروح تشتغل وبتروح تبات في الشقه. يعني ممكن واحد يكون شغال في مصر الجديده وشقته في 6 اكتوبر. دي مأساة القاهره الكبرى. كانت الكارثه. لكن الفكر بتاع القياده السياسيه النهارده ان المدينة الجديدة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مسكن
وفرصة عمل وخدمات عامة. ده أهم من دي وان. يعني من أو يعني لما أنشئت مدينة 6 أكتوبر ما كانش لسه المحور بتاع 26 ولا ما كانش اتعمل. كنا بنخش من فيصل والهرم. وبعد كده اتعمل المحور. وهو بصراحة وهو كان الهدف إن 6 أكتوبر تبقى منطقة صناعية وسكن ويبقى الاثنين قريبين من بعض مش كده؟ لكن الفكرة النهاردة إن يبقى فيه مسكن وفرصة عمل. فرصة عمل. فرصة عمل دي حاجة مهمة جدا، ويبقى فيه خدمات عامة. لأن أنا النهاردة لما أعمل مدينة جديدة وأنسى أعمل مستشفى وأنسى أعمل جامعة وأنسى أعمل يبقى أنا مدرسة حاجة تقريبا، يبقى الناس دي هتحتاج تتنقل تاني. يبقى المشكلة اتعقدت مش اتحلت. شكرا. ويبقى ده مسموش استيعاب لزيادة سكانية. بالزبط. إما أن الناس هتهجرها أو زي ما حضرتك بتقول هيفضل فيه كثافات يعني مرورية مش غير مبررة. خطة متكاملة. صح. يعني أنا يعني لازم تبقى الجملة جملة كاملة. صح. سكن، وظيفة عمل، وخدمات عامة، وطرق وكباري. وبركز على الطرق والكباري ليه؟ ناس كتير بتقول هو احنا محتاجين الطرق دي كلها في ايه؟ اولا الطرق والكباري دي الف به العمران. مفيش تنمية عمرانية في العالم بتتم من غير طرق وكباري. طب. دي الف به. ليه؟ لان الطريق ده هو اللي بينقل المواطن من مكان لمكان. هو اللي بينقل السلعة من مكان لمكان. هو اللي بينقل العامل للمصنع. طيب انا لما بوفر الطرق بوفر الكباري، بوفر في الوقت، بوفر في الوقود، بوفر في الانبعاث الحراري. كان في انبعاث حراري بسبب التكدسات المروريه. طيب. والمشاكل. احنا مصر حضرتك كانت اول دوله في العالم للاسف في الحوادث على مستوى العالم. احنا النهارده الحمد لله ما عادتش مصر كده. مصر اختلفت تماما من 2014 ل 22. مصر اختلفت 180 درجه. طبعا طبعا. وده حصل. انا عايزه حضرتك بسرعه قبل ما وقتنا يخلص بس نتكلم عن مدن جديده اخرى. يعني بنقرا عن بني سويف الجديده، اسيوط الجديده، اسوان الجديده، كل دي العظمه حضرتك دي. تجرنا الموضوع مهم جدا. احنا مشكله الاسكان العشوائي ظهر ليه؟ علشان تركز الاستثمارات القوميه كلها في القاهره الكبرى واسكندريه. صح. وكان الصعيد منسي والريف منسي. تماما. احنا النهارده كل المحافظات إبلي وبحري، سينا وأسوان كلها مدن جديدة واستثمارات قومية، وبالتالي بتتفتح فرص عمل. وبالتالي أول مرة في تاريخ مصر تشهد هجرة عكسية. يعني إيه هجرة عكسية حضرتك؟ كانت الأول الريف والصعيد يهاجروا على القاهرة. ليه؟ بيدوروا على فرصة عمل، وده حقه. دلوقتي النهاردة بيرجعوا تاني. بيرجعوا ليه؟ لأن في مدن جديدة، وكمان في مشروع حياة كريمة. ومشروعات حياة كريمة وارتباطها بالصناعات السامة. بالظبط.